عائلات رمضانية وأمسية تبارثها واعتادها العراقيون عموما والبغداديون خصوصا. فهذه الأمسية تنوعت فعالياتها بين مباريات المحابس أو الجلوس في المقاهي أو زيارة الأقارب، كلها انتهت وتغير الحال. فبغداد اليوم وبسبب جائحة كورونا أمست مجردة من كل مظاهر الفرح، شوارعها خالية ومحالها مغلقة، ليكون رجاء العراقيين فقط في أن ينتهي هذا البلاء. كنا احنا يعني بالايام الاعتياديه برمضان بالاعوام السابقه كنا نطلع، كنا امسيات رمضانيه، زيارات رمضانيه، سهرات رمضانيه، فشيء مميز كان. بس احنا حاليا ظل الظرف الراهن للعراق، الاوضاع السياسيه، الاوضاع الصحيه، احنا نشوف هسه حاليا محرومين من هاي الامسيات، من هاي الاجواء الرمضانيه. السبب الاساسي في تفاقم الازمه او ما جعل عدد المصابين يرتفع في العاصمه هو بسبب عدم التزام بعض سكنتها شروط السلامة والنصائح التي قدمتها قلية الأزمة. فمقارنة بمحافظات تخلصت من هذا الوباء، لا زالت بغداد تعاني بارتفاع أعداد المصابين باستمرار. صراحة بسبب مرض كورونا، وهو هذا الأمر صحي، ضروري الابتعاد عن التجمعات والمكانات لأن حتى ما تأثر صحيا. وطبعا هو يبقى شهر رمضان شهر جميل، التقاء الأحبة والزيارات وارتداء الذهاب إلى المقاهي الثقافية وكثير من المكانات اللي زيارات الأصدقاء. فنحن يعني نوافق على عدم الذهاب في الظرف الحالي، لأن سبب المرض كورونا صحة الإنسان مهمة ولها تأثير على حياة الإنسان وكذا، فضروري الابتعاد عن مكانات التجمعات بسبب كورونا. وإن شاء الله بعد زوال كورونا ترجع الحالات الجميلة إلى بغداد العزيزة ونلتقي مع الأصدقاء والأحبة. إن كل ما يصاب به سكان العاصمة ما هو إلا نتاج إهمال بعضهم وعدم التزامهم بالإحتياطات الصحية التي تقيهم الإصابة بهذا الوباء. الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل ولا تزال بغداد ينتابها الحزن، فلا أمسيات رمضانية ولا زيارات الأقارب التي اعتاد عليها العراقيون، ليكون الأمل موجها في أن ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.